لكن اختلف العلماء فيما يتعلق أيهما أفضل، هل القراءة من المصاحف الورقية أو من الأجهزة الكفية وسائل الحديث التي تظهر المصاحف ويقرأ منها. الذي لا ريب فيه أن القراءة من المصاحف أفضل في الجملة، لكن قد يكون هناك ما يوجب الفضل في القراءة من الأجهزة، لكن لأمر خارج. أما إذا استوى الأمران ليس ثمة ميزة لهذا على هذا، بمعنى أن بعض الناس يقول والله أنا يعني إذا قرأت في المصحف أعانني هذا على ضبط الموقف وأعانني على مواصلة القراءة وفي الظرف الحالي أبعد عن مماسة المصاحف التي قد تكون تعاقبت عليها الأيدي. هذه أشياء استثنائية، لكن إذا استوى الأمر فالقراءة من المصحف أفضل.